السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج الشريعة والحياة. سيطرت فكرة الصحوة الإسلامية التي تقول إن الإسلام دين ودولة، دين شامل للسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك، سيطرت على الفكر الإسلامي المعاصر. وقد ارتبط الطرح السياسي للإسلام بمرحلة ما بعد سقوط الخلافة متمثلا في التركيز على السياسة كمدخل للإصلاح أو نظرية التغيير الاجتماعي بدءا من الدولة ومن خلال امتلاك السلطة والسيطرة على النظام السياسي الذي تراه مفتاح التغيير في المجتمع. ويمثل الصعود الإسلاميين في أكثر من بلد أحد ثمار تلك الفكرة الجامعة بين الدين والسياسة، كما أن ذلك يتم في ظل تراجع ملحوظ للعلمانية إلى درجة قول بعض الكتاب الغربيين بنهاية العلمانية كمسار تاريخي لا بد للمجتمعات أن تعيشه. وقد شهد شعار الإسلام هو الحل انتقادات عدة، ويحذر البعض مما يسمونه تدين السياسة وتسييس الدين. فأي حضور للسياسة في الدين؟ وماذا عن طبيعة العلاقة بين الدين والسياسة؟ إذن موضوع الدين والسياسة هو موضوع حلقة اليوم من برنامج الشريعة والحياة مع فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. فضيلة الشيخ، بداية نرحب بك من جديد في برنامجكم هذا، ونتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكون قد من عليكم بأشفاء التأم. قبل أن أدخل فضيلة الشيخ في تفاصيل العلاقة بين الدين والسياسة موضوع الليلة، يعني تعلمون أن العالم الإسلامي هذه الأيام يغلي يعني إحساسا بالمرارة والإساءة إلى رمز الإسلام، إلى ذات الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمكن أن تقوله في هذا الإطار فضيلة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسمح لي أخ عبد الصمد أن أقول كلمتين قبل أن أجيب على سؤالك هذا. تفضل. الكلمة الأولى هي كلمة شكر وتقدير للإخوة والأخوات الذين سألوا عني فترة غيابي عن هذا البرنامج، وقد ابتليت بمرض أدخلني المستشفى مرتين وعملت عملية، والحمد لله يعني هو الإنسان دائما معرض للصحة والسقم والعافية والبلاء، وكما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي ويخفف ويقدر ويلطف، كما قال ابن عطاء الله من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره إن ربي لطيف لما يشاء. فالحمد لله على ما ابتلى والحمد لله على ما عافى، ونسأله تعالى أن يتم علينا العافية في الدين والدنيا والآخرة. بعد كلمة الشكر هذه هناك كلمة أخرى، كلمة تعزية ومواساة لأهالي المنكوبين والضحايا في العبارة المصرية التي غرقت في البحر الأحمر وكانت تحمل أكثر من 1400 راكب. فعزائي إلى أهالي هؤلاء الضحايا، ومما يخفف عنهم أن هؤلاء في نظر الإسلام يعتبرون شهداء، من مات في غرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك من هذه الحوادث يعتبر شهيدا من شهداء الآخرة، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا أن معظم هؤلاء كانوا مغتربين من أجل الكتح في سبيل المعيشة، في سبيل أسرهم وذرياتهم. الكثير منهم تحمل آلام الغربة وترك زوجته وأولاده في بلده من أجل أن يحسن معيشتهم، فهم غرباء في سبيل هدف نبيل، وهم
وقد ماتوا هذه الميتة التي تعتبر شهادة لهم، نسأل الله سبحانه أن يتقبلهم في الصالحين وأن يخلفهم في أهليهم وذويهم بخير ما يخلف به عباده الصالحين، وأن يأجر أهليهم آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم، أن يأجرهم في مصيبتهم ويخلفهم خيرا منها. أما الإجابة عن سؤالك حول القضية الخطيرة التي يغلي بها العالم الإسلامي اليوم، قضية الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأود أن أقول هنا كلمات مختصرة. كان بعض الإخوة اتصل بي وقال يجب أن تجعل هذه الحلقة لهذا الموضوع، فهو أهم من موضوع الدين والسياسة إلى آخره. وقلت له إن الحلقة الماضية كانت تعرضت لهذا الأمر في الشريعة والحياة، ثم إن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدر بيانين عن هذه القضية، نشرتهما الجزيرة ونشرتهما وكالات الأنباء والصحف المحلية والعالمية. ثم إننا يوم الجمعة الماضي كانت يعني خطبتي الأساسية، وهي خطبة مطولة حول هذه القضية، وفصلت أسبابها والواجب علينا نحوها وتحذيرات حذرت منها. ثم أقمنا مهرجانا خطابيا بعد الجمعة تحدث فيه العلماء والمفكرون وإلى آخره، كل هذا من أجل خدمة هذه القضية، وهي قضية تستحق فعلا أن يكون اهتمام الأمة بها، لأن لأول مرة يعني يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهان هذه الأمة في نبيها علنا. يعني هناك من مزقوا القرآن الكريم أو من داسوا المصحف أو كذا، ولكن هذا في السجن داخل غرفات مغلقة وهم ينكرون هذا، يقول لم نفعل هذا. أما أن يفعل هذا جهارا نهارا وعيانا بيانا وعلى الملأ وصحيفة تأخذ عن صحيفة ويصبح هذا أمرا كأنه يعني ضد العالم الإسلامي، هذا أمر يعني خطير. ومن أجل هذا دعونا الأمة الإسلامية لتعلن غضبها على هذه القضية، لأن هذه القضية ليست من الحرية في شيء، هم يقولون حرية التعبير، ولكن أي حرية؟ الحرية مسؤولية. هل هناك حرية مطلقة؟ هل أنت معك سيارة هل تستطيع تمشي بها يمينا وشمالا كما تشاء؟ هناك قواعد للسير حتى لا تحطم سيارات الآخرين ولا تدوس المارة، ولا هناك قواعد تحكم، بل هناك السفن والبواخر الكبرى في المحيطات. نحن نعزم أن ثلاث أرباع العالم بحار ومحيطات، هل الباخرة في المحيط الضخم هذه تذهب يمينا وشمالا كما تشاء؟ لها مسارات، وإلا ربما تحطمت وتطمت بجبل من الثلج أو بكذا. الطائرات في أجواء السماء ليست حرة تذهب تهبط وتذهب وتذهب يمنى وتذهب يسرى، لها مدارات. ليس هناك شيء في الوجود حر حرية مطلقة. الحر حرام هو الله، يفعل ما يشاء ويحكم. أما المخلوقون والبشر كل واحد له مدار وله مسار، كل في فلك يسبحون. فلا يجوز أن أنا أقول بحرية التعبير وأشتم الناس باسم الحرية، أقبلك وأشتمك وأسب أباك وأمك وأقول بحرية. حرية كل إنسان تقف عند حقوق غيره وحرمات غيره وحرية غيره. ولذلك أعجبني يعني تعليق بابا الفاتيكان، قال إن حق حرية التعبير لا يشمل الإساءة إلى الأديان والأنبياء. كل شيء له حدود. ولذلك يعني دعونا إلى الغضب لله ولرسوله وللأنبياء جميعا، ليس لمحمد فقط.